السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد الشكل آخر أو واحد النوع آخر من الستايل اللي تنزير على هاد السيليل. نفترضوا أنا مثلا عندي واحد لا ليست الأعداد، نعطيها باغ إكزومبل بهذا الشكل هذا 06 15. نعتبر أنا مثلا عفوا عندي سبريم هاد السيليل باش نعم نعطي مثلا هاد مجموعة الأعداد نعتبرها كنقط للتلاميذ 15 صفر جوج تسعود 20 19 نديرو 8 18. إذا أنا عندي مثلا هادو هما نقط نتاع التلاميذ، وبيت أنا ندير واحد الكولور على لي غيغ بلون نتاع هاد لي سيليل باش يبين ليا شكون هما التلاميذ اللي عندهم النقط مرتفعة، والتلاميذ اللي عندهم النقط ضعيفة، والتلاميذ اللي عندهم النقط متوسطة. يكفي أنني بعد ما كليكيت على من بعد ما طابيت هاد الاعداد غادي نسيليكسيون هاد لابلاج كلها، ثم غادي نتوجه لهاد الميزون فورم كونديسيونيل دائما، ثم غادي يمشي لهاد الايقونه بهذا الشكل، ثم غادي نستيم بعد. تلاحظوا انه تيعطي واحد الكولور اللي عنده علاقه بالقيمه اللي كاينه في وسط لو شون. تلاحظوا ان القيم اللي هي كبيره بزاف بحال 19 و20 و18 لونها باللون احمر. اذا اللون الاحمر ما هو الا واحد المؤشر على دوك القيم اللي كبار، بينما 15 هو مؤشر، بينما داك اللون اللي قل من الاحمر غادي الليموني هو مؤشر لواحد اللون لواحد القيمه نتاعت بانها متوسطه 15. ثم الالوان الاخرى اللي بالاشكال الخضر تتعني ان القيمه صغيره، او لا ممكن نستوي هاد الكولور بهذا الشكل هذا. تلاحظوا انه كلما كان الكولور فوخس مغلوق بزاف تدل على النقطه على ان ديك القيمه صغيره، وباش ما كان كلير وخفيف تدل على ان القيمه كبيره. بحال مثلا هاد واحد هذه هي السيليل اللي مغلوقه بزاف، ثم عندي هاد 20 هذه هي السيليل الفاتحه. اذا هذه الطريقه اللي تتمكنني باش انا لو كان عندي واحد المجموعه نتاع لي فالور نقط التلاميذ او لا مجموعه عوامل او لا مجموعة القيم، كيفاش انا نتعرف على نشد واحد النظرة او لا واحد الرؤية انطلاقا من رؤية للشكل. مجرد نشوف دابا في الطابلو تيبين لي بان هاد الالوان اللي فاتحين انه ان عنده قيمة مرتفعة، والالوان الاخرى اللي مغلوقة عندها نقاط ضعيفة. وممكن كذلك نجي نستي مثلا نستي الشكل اللي بيت انا مثلا والكولور اللي بيت نفس العملية نعاودها بالخضر اللي عنده الخضر فخصي او لا خضر مغلوق تدل على ان القيمة كبيرة، واللي عنده لون مفتوح تدل على ان ديك القيمة اللي تحتوي عليها صغيرة. اذا هذه الطريقة اللي تنعتمدوها نكتابي دوك لي دوني اللي بيت نسيليكسيون داك لابلاج اللي فيه دوك لي نومبغ، ابخي تنتوجه للميزون فورم كونديسيونيل، ثم تنستي هاد اللي يكون بهذا الشكل، وتنستي انا الكولور اللي بيت والاوبسيون على هاد الاختيار نتاعي. ثم كان هاد اوتر ريغل اللي تتمكنني باش نغير الكولور ونغير بزاف لي زوبسيون وبزاف لي ريغل اللي هما بلي افونسي بعد الشيء. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى لدرس مقبل اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.